دكاترة بطالون مع تسجيل نقص كبير في الباحثين الدائمين بالجامعات الجزائرية، مفارقة تصنع واقع مئات الإطارات العاطلة عن العمل كونتهم الجامعة الجزائرية للمشاركة في نهضة البلاد، لكنهم اليوم خارج منظومة البحث العلمي. احنا كدكاترة بطالين لاحظنا انه في التصريحات الأخيرة لمسؤولي وزارة التعليم العالي تركيزهم على النقص الكبير في الباحثين الدائمين وفي التأطير في الجامعات، ما دفعنا لتذكيرهم بوجود فئة من الدكاترة من مختلف التخصصات كونتهم هذه الجامعة بغرض تغطية نشاطاتها في التكوين والبحث، وهم في حالة بطالة غير مبررة حاليا. التنسيقية المستقلة للدكاترة وطلبة الدكتوراه تطالب بحقها في التوظيف المباشر كأساتذة وباحثين دائمين، خاصة أن ذلك لا يتعارض مع قوانين الجمهورية. نطالب بتوظيفهم مباشرة كأساتذة باحثين دائمين، خاصة أن ذلك لا يتعارض مع مجموعة من القوانين الجمهورية، بناء على ما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 98-254 والذي ينص في المادة 15 صراحة أن تكون الاختصاصات المفتوحة للتكوين في الدكتوراه متطابقة نوعا وكما مع الحاجة إلى الأساتذة الجامعيين والباحثين، كما أن مديرية الوظيفة العمومية لا يوجد فيها إشكال فيما يخص التوظيف المباشر لوجود المادة 80 من قانون الوظيفة العمومي والتي في فقرتها الأخيرة تبين وجود طابع التوظيف المباشر للحصول على وظيفة عمومية. شراكة هادفة بين الدكاترة البطالين وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي من شأنها تعزيز الجامعة الجزائرية بالأدمغة والاستفادة من قدراتهم على الإنتاج العلمي والتكوين بدل إحالتهم على البطالة.